قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم
من دونه آلهة لا يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته شيئا ولا ينقذون إني إلا في ضلال مبين إني آمنت برب المسلمون يدخل الجنة قال يا لتقوي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما نزل على قومه ببدئه بجد من سماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يركب إحنا قبلهم من القرون إنهم إلينا يرجعون وإن كلما جميع الذين مخطئون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها يا حبيب منه يا معلوم صفعنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملوا أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ولأنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم ليصفوا من النهار فإذا هم مظلمون سبحان المستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم والقمر قدمناه منازل حتى عاد كالعشور القديم تشتم فقيرها تدرك القمر والليل سابق لها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا الدنيا وإن شمرك فلا صريح لهم ولا هم يقدون إلا رحمة منا ومثال لباحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلقكم لأنكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا رحمة معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا بما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا من يشاء الله أرحمه ويسره إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وإن كنتم صادقين لا يذكرون إلا صحة واحدة تأخذهم ويعصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى قالوا يا ولنا من بعثنا من قبلنا هذا ما وعدهم قالوا وصدق المرسلون إلا نسمع صحة واحدة بينهم جميع الذين يقرون يوم لا تطلب منكم شيء أو لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون السلام قلبا رحيم وتعزيهم أيها المجرمون ألم يأتكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صلب بما كنتم تكفرون هل يقسم على أفعالهم وفق الدنيا عينيهم واشهد أبصارهم بما كانوا يكسبون هل نشاء وجهزنا على سبيل السبق الصراط فأنا يسرون هل نشاء فاستطاعوا مدير ولا يجرون ومن معرضه النفس في الأرض أفلا تقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتذكر من كان حي ويحق لنا الكافرين أولا يرون أخرنا لهم ما عملت دينا ألا من بعدها مالكون وذلناها لو ظلها ركوب ومنها يأكلون ويوم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لا ينصرون لا يستطيعون
مدعونا الصبر ولا مجد محضرون فلا يحزنك قلوبهم إذا ما يسرون وما يعلنون أضلك الإنسان إنا خلقناهم من خلق بيضاء وحصير مبين وظلم نعمة ونسي خطاه عالم العظام والجاهلين قل فيها الذي أنشأها أول مرة وهو لكل أحد عليم الذي جعل لكم من الشجر الخير نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك. الحمد لله الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم ربي بلغ منا ثواب ما قرأناه ونور ما تلونا إلى روح شيخنا وفقيدنا وعالمنا الأستاذ. اللهم رب جد عليهم رحمة. اللهم رب أسكنوا فسيح جناته. اللهم اجعلوا في أعلى عليهم مع النبيين والصديقين شهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم رب انفعه وارفعه بالقرآن العظيم وبارك له بالآيات والذكر الحكيم واغفر له إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم ثبت منطقه عند سؤال الملكين. اللهم ثبت منطقه عند سؤال الملكين. اللهم ثبت منطقه عند سؤال الملكين. اللهم رب ثبت منطقه عند سؤال الملكين. اللهم وسع عليه في قبره مد بصره. اللهم إنك تعلم ونحن نعلم جميعا أنه قضى حياته في طلب العلم وتعليمه للطلبة. اللهم رب انفعه بهذا العلم. آمين. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم. آمين. اللهم رب ارفع له به الدرجات وعنه به جميع ذنوب السيئات. اللهم رب ارفع له به الدرجات واجعله في أعلى عليين واجعله به في أعلى عليين مع النبيين والصديقين شهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم رب جدد عليه الرحمات. اللهم جدد عليه الرحمات. اللهم رب ارحمه ارحم أباه وأمه وأجداده وأقاربه وارحم أهالي هذه المقابر وارحم أمة سيدنا محمد أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم رب اجعلهم جميعا من المرحومين اجعلهم جميعا من المقبولين ومن المقربين ومن عبادك الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنك رحيم فارحمهم وأنت عفو فاعف عنهم وأنت كريم فأكرمهم. اللهم أكرم ضيافتهم عندك وأكرم نزلهم عندك وأكرم مقامهم عندك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ارحم علماءنا وفقهاءنا وشيوخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أهل ديال الميز الأولاد ديالو الزوجة والعائلة جميعا اللهم ربي خلق المحبة ديالو في الصدر. اللهم ارزقهم عليه الصبر الجميل ارزقهم عليه الصبر الجزيل. اللهم ربي أجرهم في مصيبتهم وأعظم لهم بهذه المصيبة أجرا. اللهم ربي قويهم بالمزيد من الصبر قويهم بالمزيد من التقوى والإيمان واليقين والعمل الصالح يا رب العالمين. فموت العلماء مصيبة عظيمة ولكن هذا أمر الله وقضاء أمر الله وقضاؤه والله لم يخلقنا في هذه الدنيا لنبقى فيها وإنما نأخذ منها العمل الصالح للآخرة الباقية الدائمة. نسأل الله عز وجل لنا وله الخلود في الجنة. نسأل الله العظيم لنا وله والجميع الأموات المسلمين الخلود في الجنة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. الإخوان الذين عزوا والإخوان الذين شيعوا الجنازة اللهم ربي عشرهم خطوات وكثر لهم الحسنات وحمهم جميع الذنوب والسيئات. اللهم احفظهم بحفظك وسرهم بسرك وكلهم سندا ومددا وعونا وقوة يا رب العالمين. اللهم كل من شارك في هذا الموت من قريب ومن بعيد القليل أو الكثير اللهم اجزهم من عندك واجزهم من فضلك واجزهم من كرمك وإحسانك. اللهم اجعل كل خطوة بألف درجة خطوة بألف حسنة خطوة بألف مغفرة. اللهم
اللهم ربي ألحقنا بإخواننا الأموات مسلمين، اللهم ألحقنا بهم مسلمين، اللهم ألحقنا بهم مسلمين محسنين تائبين طائعين لك يا رب العالمين، لا مبدلين ولا مهيرين، لا فاتنين ولا مفتونين، لا خزايا ولا محرومين، ولا عن ذلك من المطرودين. اللهم من أحييته منا فأحيا على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، ارفع عنا هذا البلاء، ارفع عنا هذا المصائب. اللهم بدل عسرنا يسرا وكروبنا فرجا ومسرة يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أزل عنا هذا الهم، وأزل عنا هذا الغم، وأزل عنا هذا الحزن يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم ربي وكما جمعتنا في هذا اليوم المبارك، وإن كانت المناسبة أليمة، أسأل الله للفقيد واسع الرحمة والمغفرة أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نضمر بعدها أبدا، اللهم ارزقنا شفاعته، ارزقنا محبته، نحيا عليها نموت عليها نبعث عليها يا رب العالمين. اللهم وفقنا للخير كله وباعد عنا الشر كله يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم اصل على سيدنا محمد صورك النبي الأمي وعلى آله وسلمها. سبحان ربك رب العزة صفر وسلام على المرسلين. إخوة الإيمان، عزاؤنا واحد، الأستاذ ديالنا والشيخ ديالنا، شاءت مشيئة المولى سبحانه وتعالى أن يقبر بجوار الفقيه ديالنا والعالم ديالنا الحاج الطيطواني محمد. أيها الإخوة، كلام سمعته من أقرب الناس إليه، وهي آخر ما قاله عليه الصلاة والسلام، أنه رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لأبنائه: لقد دعا لي ودعا معكم، فنسأل المولى سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أن نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الإخوة، علينا أن نقف ونصبر في هذا الحر. أتدرون لماذا؟ ليس من أجلنا، وليس من أجل الدنيا، وليس بل من أجل هذا الرجل الذي ضحى بالغالي والنفيس، عاش في الزهد وعاش في هذه الدنيا ولم يرد هذه الدنيا، إنما أراد لقاء الله، وهو في آخر أيامه أراد لقاء المولى سبحانه وتعالى. نسأل الواحد الأحد كما شاءت مشيئته، باش ربي أتكرم هذه الفقهاء وهذه العلماء وهذه الخطباء وهؤلاء الأئمة في هذه الجنازة، أن يكرمنا أن نلقاه وأن نلحق به غدا يوم نلقى الله في جنات جنات الفردوس. وأستسمع على هذه الكلمة، شاءت مشيئة المولى سبحانه وتعالى، فنسأل المولى سبحانه وتعالى ألا نخرج من هذه المقبرة إلا وقد استجاب دعاءنا، إلا وقد غفر لنا. اللهم ارحمه تحت الأرض. الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
اللهم ارحمه يوم العرض، اللهم احسن وقفته يوم لقائك، اللهم قي عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير اعمارنا اخرها وخير ايامنا واسعدها يوم نلقاك فيه، واجعل يا ربي اخر كلامنا وكلامكم من هذه الدنيا شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.